السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني مرحبا بكم في ميكانيك اي دياغنوستيك مراكش في فيديو جديد. فيديو في اليوم الثالث ديال العيد المبارك سعيد للجميع. المهم ما نطولوش ندخلو ديريكت في الموضوع باش ما يطولش الفيديو. عندنا واحد الاسيس هنايا، واحد الاسيس موتور 2 لتر 7 فيها مونك دو بويسونس و تيموان ديال البريشوفاج هذا بقا تكنيطي، هذا معروف هذا المشكل ديال ديما تكنيوتي اللي تيمون بزاف فولكسواغن او ديسكو داسيا. المهم الجروب فاش تكون عندك تكنيوتي هذه عرفها تبعك لمونك دو بويسونس. المهم علينا، حنا دابا لقينا الحل، بغينا نوريكم الحل من الديبار من انا نوريكم الحل شنو لقيت، ونوريكم لي زيتاب لي سويت باش لقيت الحل. زايد واحد المساله، بزاف ديال الناس لقاهم في الجروب تيقول لك البريشوفاج كتشعل سير بدل لوجيال سير بدل لافاب لا راه عندك، فهمتي كيف؟ بزاف جاب ديال الاراء بزاف سيرتو داك الجروب ديال فولكسواغن ماروك راه غادي تكون داك اللي دايرين وبيكون بزاف ديال الاخوان معنا في الباج وبيكونوا دايرين فيها سميتو في دايرين داك الدرابو ديالهم وداك ما عرفتش كيسميوه ما عرفتش عندهم واحد هذا اللوغو. وتم بغيت كومونتي تتلقى واحد نسول سؤال تتلقى واحد دير 70000 سكين 70000 كومونتي في بين كومونتير ديالك انت وصدق حتى انا وليت نسكت وصافي. المهم انا هذا الفيديو هذا درتو ونتمنى تبارطاجوه مع دوك الناس في داك الجروب تما باش يعرفوا بان التيمون ديال البريشوفاج ما عندهاش علاقه بالاوجير وعلاقه بالفاب ديريكت، لا علاقه راه بزاف ديال المسائل تاتش عليهم هاد سميتو. انا نعطيك واحد انا نعطيك دابا نعطيك الدليل، شوف معايا في الدياغنوستيك شنو غاتيني هاد التيمون ديال شعلة تما، قرا ها البابيون ها لاكتيفاسيون ديال الكالكيلاتور ها السوبوب ديال ريسيكلاج ديال لي غاز ديشابمون ها الفاند روفرواديسمون ها لونيتي دو كوموند ديال البابيون ها لاكتيفاسيون ديال التيربو كومبريسور ها الفان ديال الفلتر اير فوليت هذيك الباي باس، هادو راه كلهم تيشعلو هاديك التيمون كلهم. يلاه قول لي انا واحد فيهم تيشعلو داك التيمون وحنا غنديرو لي فاسمون تنديرو لي فاسمون ما تتمشيش لنا ما تيتفاسيش لنا لي كود ديفو واش فهمتي. بلا تدخل الطوموبيل في المود ديكرادي تيتخلع بنادم تيبدا تيجي سميتو تيدخل لجروبات الاراء بدل لوجير لا فايتا ديزاين هي راه فايتا ديزاين عندك ديك التيمون ولكن اش على لعبه واحد اخر ماشي علاش عليها هذيك ماشي علاش لا لعبه واحد اخر. واخا غادي نصدمك انا في هذا الفيديو هذا وغادي نقول لك انا وانا واش على لا واحد المساله اللي انت بغيتي يجيك الضحك على ودها واش فهمتي كيفاش، ماشي كاع خليني من دوك الافلام وكل شيء تمشي تبدل كاع المشكل وكتمشي. المهم حنا ملي مشينا جينا عبرنا لقينا تبعنا داكشي اللي كاين عندنا. المهم حنا نعبروا عبرنا هذوك لي زاكتياتور اللي عطينا مثلا تاع البابيون المسائل البابيون فيها دوبل بابيون حيتاش طرمو طومبل في 6 لقينا الكورون ما كاينش مع الطونسيون ما كاينش فهمتي ما كاينش لا طونسيون هنايا لي بابيون مابقاش خدامين الالكتروفون ديال سميتو ما خداماش تاع التيربو تاعي الجير تا هو ما وصلش الطونسيون. ولكن هادشي اللي تيطرح واحد التساؤل، يعني هادو هادو مع ليمونطاسيون اللي هي مشروكه فهمتي كيفاش، قلبنا خيوطه مزيانين المسائل مزيانه فكرنا شنو اللي بيكون اشنو يشارك لهم لاليمونطاسيون غنتفكر انه تيكون واحد لو كومبوزو دو بروتيكسيون اللي هو فيزيبل تيكون تيحمي بزاف تتبقى فيزيبل تيحمي بزاف ديال لي كومبوزو او ميم طون وملي تيطيح هو تيطيحو بزاف ديال لي كومبوزو. المهم هاد الطوموبيل هادي راه كان فيها فيزيبل اللي كان محروق ها هو هادي فيزيبل هذا بالضبط هنايا هادي البوت فيزيبل ديال كومباتريمون موتور لا بوت فيزيبل هي ها لو فيزيبل ها هو اللي محروق ها هو جيت طليت هنايا لقيتو محروق بديتو ركبت فيزيبل هو نشط السيمي ديالك اسيمي جينا فهمتي كيفاش بلاص ما المهم دابا من هنا تنقول ترس المهم الصناعي راه عارفين الاغلبية عارفين المسألة تنبداو ديما بالصغيرة الكونترول المسائل عاد كنمشيو السيد كان باغي يبدل البابيون باغي يبدل لا حبس تنكونتروليو عاد بدل خلي البدل هو الاخر تبدا لا ساهل نبداو بالكونترول هو الاولاني وابري خدام انت الفيزيبل ها هو زيد الفيزيبل هذا ديال الكنز حاول ما تبدلش فيزيبل بشي حاجه صغر منه حاول ما تبدلش فيزيبل بشي حاجه اكبر منه الفيزيبل ذات اللي عندك او ديز فيزيبل او حط فيزيبل لان اذا بدلتي بشي حاجه اكبر منه غادي يطلع غادي يبغي هو يحرق راسو غادي يلقى راسو ديك جي سيبورتي واحد لومبيراج اللي كثر من القياس غادي يشعل العافيه في الكومبوزون يشعل العافيه في الطوموبيل ديما الفيزيبل تيرجع هذاك اللي كاين هذا من جهه هذا من جهه. المهم هذا راه اوجي مهم اسيس موديل 2006 كان فيها مونك بويسونس كيما قلنا المشكل لقينا فيزيبل هذا ميساج لدوك الناس ديال داك الجروب كنتمنى شي واحد يبارطاجي هذا الفيديو هذا في داك الجروب
راه الناس ملي تيقولوا شي مشكل راه ماشي بالضروره يكون نفس المشكل اللي عندك انت على ديك تيمونتش او شي حاجه كاين اللي يجي تيمون ايه مثلا على الطفاب مرسوم فيها فابا ولا دابا في الاخر وتيديروا تيمونات ديال الفابين ايه داك قول لي فاب ولكن تيمونتك شاعله ولا تيمون ديال البريشون فوطه كنوطي لا بالتكنولوجيا تمشي بنادم تمشي معلم معلم تيقول لها واخا دير لي هذا البلان هذا يعني صيفطي مدفك واش مشيتي تيقول لي دير لي اخويا لا دير لي انا راه قالوا لي دير تبدل كاع تمشي شري البياسه تيولي تيصدق في لا ماشي هي واش يشد فاس من انت فوالا كيما قال سيمعدي هو سيمعدي كاع تيعاون الناس سيمعدي هو الطوموبيل هو غير كيوريهم كاع التجربه حيدنا كونتاكت ماشي حيدنا كونتاكت ياك شفنا التيمون كان تاتك نيوطي هذاك البانس داك البانس باش خدمنا اليوم راه ثاني عيد وسيمعدي جاب لهم الدار صاحبنا عزيز عندنا وبارمي لي كليون فيديل ديالنا ما قدرناش نردو عليه في وجههم وجينا حتى لعندو احنا في زبلة ونحيدو هذا ميديك واش جيتي ليا شت ليا خليك معايا في الصوير لا في الخام يجي انت في زبلة فوالا ها في زبلة وركبنا اجي نديرو كونتاك فوالا تيموا هي مشات طفات وحنا غادي نجيو نعاودو نديرو على ليك تيرب دياغنوستيك نجيو لها الفون مرتي مرتي اوكي دير لي ديفو هما لي ديفو لي كانو لي بلا ما بغيتش تيبريميو لينا يفاس لي كودور والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فوالا هنا باش نفهموا المساله تاع التيمون تبقى تشوف واش راه ماشي كتشعل ماشي كتشعل على ود الفاب ولا لوجيير ولا راه في زيبل كان محروق في البواط في زيبل تاع كومباسيون موتور راه شعل لك مثلا لا وحنا فينا واش نحكموا دابا على كل شيء بينا راه ديك التيمون كتشعل من في زيبل لا مره اخرى غادي نلقى حاجه اخرى غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله كما العاده الا كان شي توفيق راه من الله ولا كان شي تقصير من يوم الشيطان دعوة برحمن الوالدين تكفينا في فيديو واحد اخر ان شاء الله باذن الله الا كنت تطلع الفيديوهات راه تنحاول ندير شي فيديو ولا الكونتينو ديالو اللي مهم ضروري نحط ماشي صور الرويضه الضروره نحطو لك في اليوتيوب الناس يقولوا تطلع علينا تتلقى شي حاجه اللي خصني نحط عليها داكشي اش كنحط فيديو اخر نشوفكم ان شاء الله باذن الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.